أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إن الله قوي عزيز. فالله قوي عزيز أيها الإخوة، الله قوي عزيز، والله ناصر دينه، والله ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن بقي الأمر متعلق فيك أخي الحبيب، ماذا ستفعل نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة، أروا الله من أنفسكم خيرا، أروا الله من أنفسكم خيرا، وطبقوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، ويرفع الله عز وجل عنا هذه الذلة. أسأل الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.